نتمنى العالم فعلا تتقبل شريحة ذوي الامتيازات الخاصة والقدرات الخاصة، تشوفهم من منظور مختلف، مو هن أشخاص دائما بحاجة دعم مادي مثلا أو بحاجة منظور خيري أو إغاثي، لا. إنه هي الشريحة من حقها تتعلم، من حقها يكون عندها فرصة لتعبر عن الأدوات الموجودة عندها. لأنه صاروا يحسوا ابنهم بالنهاية هو شخص منتج، شخص فاعل، شخص سوي، بيشبه الأشخاص خلينا نقول الطبيعيين. الزبائن معهم هو تعامل كتير ودي، هن يعني ببساطة كتير عجبهم أنه يكون حدا من متلازمة داون قطع هذا الشوط بهذا التدريب وبلش يقدم لهم خدمة. فنحن بهمنا استدامة المشروع، يكون في كافيه دائم بمدينة دمشق لحتى يتم تدريب أكثر للشباب الموجودين معنا، وحتى خلينا نعمم أكثر، مو بس متلازمة داون، يكون عنا لشريحة كلها ذوي الاحتياجات الخاصة لحتى نعمم التجربة لاحقا على بقية المحافظات السورية.